بسم الله الرحمن الرحيم. إذن متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام، لا زالت أشواطنا متواصلة شوطا يلي شوطها هنا، انطلاقة شوطنا العاشر للقعدان الحقايق ومسافة 3 كيلومترات. إذن ما هي إلا لحظات نوفيكم مع الخمس المراكز المتقدمة. المركز الأول صدارة الشوط، مقدمة الشوط المركز الأول شعار حمد بن بيشان العجمي يقدم لنا صدام مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز وثاني التحدي الوصول في اللحظات والقدوم من شاهين بدر بن طويرش الوهيبي يتقدم، شعار بن طويرش مع المركز الثاني، وأبناء سلطنة عمان يتقدمون في هذه اللحظات من أجل الناموس والانتصار. المركز الثالث شاهين معيض بن منير العتيبي على المركز الثالث مع شاهين، والشعار شعار بن حلفان مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل شعار محمد بن عايض القحطاني يتقدم في هذه اللحظات الكايد يا الكايد مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات الذيب محمد بن راشد الجهني يتقدم في هذه اللحظات، لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، إلى شاهين مع مقدمة الشوط، سفير السلطنة مع مقدمة الشوط، بدر بن طويرش الوهابي. يا سلام يا سلام، ركز شوي يا أبو سلطان، يتقدم في هذه اللحظات مع شاهين وشعار بدر بن طويرش الوهيبي والعصا في الابطان، لكن بن حلفان يتقدم مع شاهين. سعيد بن حلفان المري يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث الكايد 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 شعار محمد بن عايض القحطاني. المركز الرابع وصل صدام يتقدم حمد بن محمد بن بيشان الذيب مع المركز الخامس، شعار في هذه اللحظات محمد بن راشد الجهني. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل شاهين عثمان العريني، لكن أعود مع شاهين مع 800 متر أخيرة. يا سلام شاهين شاهين والعصا في الأبطان، العصا قاس القاس قاسك يا بن طويرش، الركض ركض تلقاي، لكن من القادم وصل في هذه اللحظات؟ لكن أعود إلى الصدارة. يا سلام يا شاهين شاهين شاهين، خيالي يتقدم، خيالي فهد بن نايف الجاني، وأيضا شعار محمد بن راشد المري الناوي، الناوي قادم، لكن بن طويرش وبن نايف. الله الله الامتار الاخيره، خيالي وشاهين، شاهين وخيالي، لكن خيالي بن نايف مع خيالي فهد، فهد بن نايف الجهني، خيالي خيالي شعار فهد بن نايف الجهني. والسلام الى ينبع، سلام ينبع، سلام على فوز خيالي بالمركز الاول. تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك يا فهد يا بن نايف يا الجهني على فوز خيالي بالمركز الاول. المركز الثاني ثاني مراكز شاهين بدر بن طويرش الوهيب، المركز الثالث شعار، ثالث المراكز 10 شعار محمد بن راشد المري، المركز الخامس 35 خامس المراكز، المركز الرابع والخامس عند الجهة الخامسة.